للعشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. 7:21 دقيقة، خلينا نعملوا طلع على حالة الطقس توت سويت. صباح اللي باش نلقاو شويه ضباب محلي خفيف في المنخفضات، يتميز الساعات الاولى. شوفوا انه البرد شويه، تلقاها من 7 إلى 9 درجات في الصباح بكري، ومن ثم اجواء قليله السحب يغلب الجهات، الرياح باش تكون ضعيفه الى معتدله، والبحر قليل الاضطراب. انخفاض طفيف كيف ما قلنا ممكن اللي ممكن تسجلوا اليوم تونس، ولكن راهو كيقولوا انخفاض طفيف راهو شو قد في الطقس في تومبك الجمبر. مازلنا قاعدين دورو مريول نص، والناس اللي هابطة تعوم، ونسأل الله أنه يرحمنا بالغيث النافع. حرارة قصوى كيف ما قلنا تكون بين 19 و25 درجة. حاولوا نعملوا جولة في مختلف نقاط الجمهورية، نشوفوا أنه الوطن القبلي اليوم اللي سجل 21 درجة في قليبيا، 23 درجة في نابل، 22 درجة في تونس الكبرى، 23 في كل من بنزرت، 21 في تبرقة، 22 في باجة وجندوبة، 20 في الكيف، 23 في سليانة، 20 في 25 درجة اليوم اللي تسجلها القيروان، سوسة كيف كيف 25، 23 مستير، و22 المهدية. صفاقس وقرقنة اللي سجلوا الزوز وسيدي بوزيد زادة اللي سجلوا 24 درجة، 21 درجة في قفصة، 23 في قابس، 21 درجة في توزر. شوفوا قبلي اللي تسجل 20 درجة، ونمشيوا إلى الجنوب الشرقي وين جزيرة الأحلام جربة اللي تسجل 20 درجة، 24 في مدنين، 23 في تطاوين، و22 في رمادة. وتوين فما جديد، نحاولوا من المعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم المعلومة وحالة الطقس. بعد شوية كيف كيف نشوفوا حالة الطرقات وأهم الطرقات اللي ممكن أنتم تلقاهم في الثنية. إن شاء الله عطلة ميمونة للناس الكل. حاب نقدم تحية خاصة للأشقاء اللي قاعدين يتوافدوا، قاعدين نراو نلاحظوا شوية وأنه موجودين كرهبهم وقاعدين يدخلوا في كاساتنا، مرحبا بهم الأشقاء الجزائريين. إن شاء الله نتمنى لهم سيجور يعمل الكيف، وأنتم زادة عملوا جو مع العائلة مع نهاية السنة. الدعوات اللي ديما تكون صادقة إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي تتزال الغمة اللي في 2022، وإن شاء الله 2023 يجيب معاه الخير. ونعرف أن برشا فيكم يقول بالله يمين قانون مالية كيف ما هكا بالظرف هذايا، أو حتى شكون عنا هوني في الاستوديو. سيد علي إن شاء الله عام خير يا ربي. هذا علي خمم كان في الزيتونات في البلاد، قال لك يا ربي هكا الزيتونات هذوما هم اللي خمم عليهم، تو ربي يرحمهم بشوية مطر، هو الرزاق راهو. ثم زاد تابعونا بعد شوية، نرجع معاكم على أولى عناوين صحفنا الوطنية اللي بالتعليق والنقاش مع محمد بوغلاب اللي البارح خلينا بلاصة وبرشا يسأل عليه وين هو كان محمد بوغلاب. غدوة مش غدوة، بعد شوية هو شد ثنية توا أبارتير من 8 متاع الصباح يكون معاكم في الكابوتشينو، ويحاول زاد يوصل لكم كل المعلومات اللي انتوما طلبتوها وانتوما تطلبوا التعليق مع محمد بوغلاب للوضع وللشأن العام في هالبلاد. راجعين معكم حتى للعشرة متاع الصباح.